بالنسبة للنظام الأساسي الجديد ديال نساء ورجال التعليم، بالفعل بالضرورة خصو ينتهي العمل فيه من بعد هذا المشوار ديال التفاوض وديال الحوار اللي بدا منذ يعني السنة الماضية، واللي عرف نقاش داخل اللجنة التقنية أكثر من 23 اجتماع ثم اللجنة العليا. اليوم حنا ومن بعد توقيع كذلك ديال الاتفاق ديال 14 يناير، فاليوم حنا في المراحل النهائية، واللي مفروض واللي كما تم الاتفاق على ذلك أنه خلال هذا الصيف يجب الانتهاء من الصياغة ديال النظام الأساسي، لأنه في سبتمبر 2023 كيفما جاء في الاتفاق ديال 14 يناير يجب أن يدخل حيز التنفيذ وأن يكون ساري المفعول، بمعنى أنه الدخول المدرسي المقبل يجب أن ندخل في إطار نظام أساسي جديد. طبعا هذه العملية الآن نراها كاين اجتماعات في وزارة التربية الوطنية، واللي كاين نقاش حول نقاش أولي وملاحظات أولية حول المسودة اللي غادي نتسلموها كنقابات، واللي غادي نجيبوها للأجهزة النقابية وغادي نناقشوها ونديروا فيها الملاحظات ديالنا. الأساسي بالنسبة لنا كنقابة وطنية للتعليم أنه خصو يكون نظام أساسي محفز عادل يحل المشاكل ديال الفئات كلها، وكذلك يكون موحد وموحد اللي يكونوا فيه كل موظفي وزارة التربية الوطنية بما فيهم مفروض عليهم التعاقد، اللي بالنسبة لنا هذا النظام الأساسي يجب أن يكون بدون أي تمييز أو أي نوع من يعني الثنائية ما بين الموظفين ديال الوزارة، وبالتالي كنعتبره بأنه خاص تسريع ديال الوتيرة ديال العمل، وهذا هو اللي تضمنه البلاغ الأخير ديال المكتب الوطني باش أنه نحترموا الأجندة اللي كاينة في الاتفاق ديال 14 يناير، واللي كذلك البارح صرح بها الناطق الرسمي باسم الحكومة اللي كيتكلم على هذا الصيف خصنا نكملوا العمل في النظام الأساسي. لهذا طالبنا بتسريع ديال الوتيرة، طالبنا بأنه خاص يكون العمل يعني بواحد الشكل يعني سريع، وكذلك التفاعل الإيجابي مع الملاحظات ديال النقابات اللي كترفع مطالب عادلة ومشروع عادل للنساء ورجال التعليم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.